احتضنت جامعة محمد بوضياف فيلم سيلة ندوة حول مناقشة مسودة تعديل الدستور. الندوة أطرتها المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة، وعرفت حضور عبد الحفيظ ميلاط نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين وطلبة. تم إثراء النقاش حول أهم النقاط الهامة التي تعني الطالب الجامعي، وكذلك المقترحات الخاصة به في الدستور الجديد. التغطية لسفيان قوادري. مثل ما قال سي عبد الحفيظ ميلاط أن هذه الإثراء سيلعب دور جيد، دور ثري في جزائر الغد، جزائر الغد التي ستبنى بسواعد هؤلاء الذين يصبحون بعد سنوات قليلة هم المسيرون، هم مسيرو جزائر الغد. اليوم رانا انتقلنا إلى مرحلة ثانية، وهي مرحلة أهم من المرحلة السابقة. المرحلة هي مرحلة بناء الجزائر الجديدة التي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية في خطاب التنصيب. وكما تتذكرون في خطاب التنصيب السيد رئيس الجمهورية أولى أهمية كبرى للأسر الجامعية سواء أساتذة أو طلبة، وتكلم عليهم يعني كلام طيب جدا. احنا نعمل على إعادة مكانة الطالب من خلال يعني احنا عندنا فرصة الآن عملية تعديل الدستور. احنا مشينا في ندوات جهوية ومحلية من أجل إثراء هذه العملية.